نعم سيدي، احنا عيط لي واحد السيد معنا البارح قال لي راه بلاكا تحيدت. هذه شي شهرين دابا باش عطاونا بلاكا، عطاوها لنا الجماعه، عطانا بلاكا باش كذا، وقال لي يالتا ما يخرج القرار، رئيس الجماعه طلبناه وكذا، وهذه حيت عندنا مشاكل حنايا، عندنا الدواوير ديال الريصانه بقاو لهاد الجهه هذه، بحال الصواله بحال الخراشفه بحال بزاف ديال الدواوير مجموعين هنايا، كنلقاو مشاكل. حنا المشكل ديالنا المحطه الاصليه كاينه لتحتي، تحتي كيبقى بنادم هنايا. دابا حنا ملي طلبنا الرئيس الجماعه وعطانا المحطه، ما تعيط لي واحد في الدراري قال لي راه بلاكا كتحيد البارح بالليل، وهذا الشيء هذا الدراري راه هما مجتمعين كيقول لك بلاكا غترجع وصافي. هنا حيت متنفس عندنا، هذا هو المتنفس اللي عندنا في ريصانه، محطه القضيه ضعيفه، كاين بنادم عنده الكرا، كاين بنادم عنده مولا كريمه، كل واحد عنده المشاكل ديالو، والله احسن العون. والاخوان مساكن راه هما كاملين كيشوفوا. اولا السلام عليكم، كنشكروا الاخوان ديال شوف تي في على الحضور الكريم. حنا سيدي كما كتشوفوا الطاكسيات كلشي واقع هنا مضرورا، درنا سيدي الطلب للجماعه، والجماعه نعم سيدي عطاتنا البلاكا، حتى الساكنه ديال الجماعه الشماليه كلها كتواجد في هذه الناحيه دي هنايا، والناس فرحوا بهذه المحطه هنا الجديده، والناس بقوا كيستافدوا، ومع العلم الطاكسيات كلهم عندهم لي طاري، والناس مضرورا هز البلاكا ومشى بحالاته وما عرفناش حنا علاش. حنا هنا مضرورا، انتم كتشوفوا الاخوان كلهم هنا كلهم هنا مجموعين، الاخوان كامل قراب هنا مجموعين، ما كنضربوا حتى بشي حاجه، كنطالبوا بالبلاكا تبقى بلاصة ديالها. هنايا كيجي خطاف كيهز ديك البلايص، كيدير ريبورتر كيهز ديك البلايص، كتمشي تهضر معاه تيقول لك ما عندكش هنا محطه، البلاكا كتحميك، يعني انت ملي كتخرج كيوقف عليك هذيك الناس كتقول له دير عندنا هنا البلاكا راه قبلت فيا كيمشي بحالاته. دابا حنا ملي البلاكا حيدوها هنا ما بلا نهضر دابا حنايا، اللي يهضر معاه ما كيديرش فيك، ينزل يخطي فيك يضربك، وحنا مضرونا. نعم اسيدي حتى كتشوف حنا الحاله ديالنا كيفاش دايره، ثلاث شهور ديال الكورونا حنا واقفين، والناس كلها عندها ليطاري، كلها مضروره، ما كيسيبوا حتى باش يخلصوا الناس. ونجي تساعد القائد في 9 الليل وتهز البلاكا، ما عندها المعنى ديال هذه في 9 الليل البلاكا، اجي بعدا بالنهار ونشوفوك حنا وتهاود معانا او كتب لنا او راسلنا نجيو لعندك. السلام عليكم، كنشكروا شوف تي في على هذه الوقفه. بالنسبه لي انا كنهضر على راسي كشيفور، كنخدموا هذا الخط من ريصانه للعرايش، وهذا المتنفس الوحيد اللي هو هنايا في دوسي. عندنا الخدمه يعني مشاتره، كاينه الدواور هنا بزاف، اغلبيه على ريصانه، ومن بعد ملي جينا في الصباح ما بقينا فهمنا والو، ومنين وقفنا دابا وبغينا نهضروا معاه هو ما جاشي، وما لقيناش معاه نهضروا. حنا بلاكا بغيناها قانونيه، دابا حنا واقفين من العمل، وحنا عندنا اسره كنمولوها، حنا عندنا عائله كنخدموا عليها، يعني بالنسبه لي انا شيفور مول الطونوبيل كيوقف الطونوبيل ديالو وتابعين مصاريف وتابعين بزاف الحاجه. وكان بالنسبه لي انا كشيفور كنهضر على عليا وعلى جميع الاخوان، الاغلبيه هنا كاينه غير شوافريه، يعني ما كاينش الناس ديال نزل الملك، شوافريه كنتناوبوا وكنتعاونوا وكنتقاسموا هذيك طريب الخبز، يعني حنا كنحاربوا البطاله والسلام، يعني ماشي خدام، يعني هذاك واحد الناصب، يعني راه الاغلبيه كورونا، يعني اكثر من 6 شهور حنا واقفين يعني ما خدمناش، وكنطلبوا من الله يشوفوا معنا حل، وكنشكروا شوف تي في بزاف على هاد الوقفه اللي معنا. الحبيب مشينا درنا واحد الطلب للجماعه للرئيس ديال الجماعه، وعطانا بان نديروا بلاكه هنايا وعملناها، مع ذلك تفاجئنا بان بلاكه تحيدت بدون يعني حتى شي حاجه، تحيدت بالليل، ما كاين لا رفض ديال القرار ولا حتى شي حاجه، فهمت؟ يعني حنا درنا الطلب ديالنا ما ترفض، ما جاوبونا، يعني ما كانش بلاكا ما كانش عليها خصها تحيد، فهمتي؟ الا بشي قرار ولا بشي حاجه، ما قال لك لا ممنوع تما تعملوا بلاكا ولا حتى شي حاجه، يعني شنو هو خصنا نعرفوا بعدا غير هو شنو هو السبب؟ واش ترفضات؟ واش العماله قتلوا من لا؟ واش السير حياد؟ واش خصنا نعرفوا شكون هو اللي مور هاد هادشي اللي باش جا حيدو البلاكا، خصنا نعرفوا شكون اللي موراه. حنا الاخ هاد المتنفس اللي درناه هنايا يعني كان منفي حتى لهاد الساكن، وهاد الساكنه شحال فرحانه بزاف بهاد المحطه، فرحانه بزاف، وحنا البلاكا خويا بلا بلاكا غنخدموا، حنا بلا بلاكا غنخدموا، ما كاينش اللي يحصرنا، ولكن البلاكا كتحمينا من الخطاف، كيجي الخطاف يوقف هنايا كيجبر بلاكا كيحترم هذيك البلاكا. حنا مضرورين، حنا عندنا ليطرات وعندنا اسرات وعندنا كلشي، حنا ضرينا 4 شهور ديال كورونا، ما كاينش اللي شافينا، فهمتي؟ ما كاينش اللي شافينا، النهار اللي بدينا نخدموا ودرنا المتنفس، حنا عندنا 28 طاكسي كنخدموا 14، دابا بقينا نخدموا 14 كنخدموها في المحطه المركزيه
14 كنخدموها في هذه الملحقه ديال دوسي، مي درناها حتى الساكنه فرحات، حيت الحمد لله كيلقى الانسان كيجي كيجبر الطاكسي واقف كيطلع هما وليداته، وحنا الحمد لله محترمين حتى القانون ديال السير ديال الطريق وداك الشيء كنطربوا من الطريق، كيهزوا لك البليسات ديالنا. حنا الجهه ديال دوسي راه فيها 10 ديال الدواور، هاد 10 دوار مساكن ما يستافدوش من هاد المركزيه، اي هو يخلص 5 دراهم باش هو الرصانه باش يركب العريش، كيبقاو مسيبين الناس هنايا، والشمس راه كتشوف، حنا الناس كيجيو هنا كيركبوا والحمد لله وكلشي فرحان، هاد الساكنه كامله فرحانه. حنا درنا الطلب الاول والطلب الثاني للجماعه، الجماعه قبلت منا الطلب ووافقوا لنا على البلاكه، عندنا البلاكه ديالنا وحطيناها ودازت المده، نبقينا نجيو لهنا داز شي 4 ايام ولا 5 ايام، جاوا هاد الناس هادو في 9 الليل زولونا البلاكه حيدوها لنا، خصنا يعطينا في الاول عليا شفنا باش في الاخر علاش يحيدنا البلاكه.